حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من تصعيد القتال في رفح الفلسطينية، وقالت المنظمة في بيان لها أن تصعيد القتال سيمثل تحولا مدمرا آخر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقد يودي بحياة الآلاف، داعية جميع الأطراف بشكل عاجل إلى عدم التصعيد في رفح الفلسطينية، مشيرة إلى وجود أكثر من 600 ألف نازح في المدينة.